يقول السائل: وهل يشرع الوضوء بزمزم بعد صلاة ركعتي الطواف؟ هذا غير صحيح، أو بلازم الوضوء بزمزم، يبقى على وضوئه الذي طاف به، يبقى على وضوئه الذي طاف به وصلى فيه ركعتي الطواف يكفي، لا حاجة أن يتوضأ مرة ثانية. وليست زمزم محل للوضوء، زمزم محل للسقيا للشراب فقط، ليست محلا للوضوء. محلات الوضوء معروفة، محلات الوضوء دورات المياه، ما هو يتوضأ الإنسان من زمزم، يتوضأ بدورات المياه المعينة.